انا لي 7 سنين بعاني من الحساسيه. وكل دكتور اروح له كانت المسكنات في بالشام بكتب وشفط على الجهاز. وانبوبة الاكسجين ما تاخذش اكثر من يوم معاي. حياتك عندك كم سنة يا أستاذ صلاح؟ كم سنة؟ يعني حوالي 63 سنة. مبطل السجاير بتاع حوالي 4 سنين. بس المشكلة كلها إن أنا بنهت لو دخلت الحمام غسلت وشي بنهت وأتعب. النهتة اللي هي تعبانة ما قادر أمشي ولا لو مشيت 2 3 بحس بنهتة نفسي يضيق وأتعب. نهجان مظبوط؟ حضرتك عايز تسأله أسئلة؟ هو بس أستاذ سمير لما بنام على ظهري النهجان بيزيد؟ لا بنام على ظهري. تمام، في أي تورم في الرجلين؟ آه في تورم بسيط 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 لما تمام. طيب بشكرك يا أستاذ صلاح وألف سلامة عليك دكتور. نفرق ما بين حاجتين لأنها الأعراض متشابهة. غالبا العيان اللي بيكون دخن لفترة طويلة وبطل التدخين بيبقى عنده سدة رئوية مزمنة. والاعراض بتبقى تقريبا متشابهه لكن خطه العلاج والادويه مختلفه تماما. فانا انصح استاذ سمير ان هو يتاكد من طبيبه، خاصه ان هو يراجع كمان ان ما يكونش السد الرئوي المزمنه دي اثرت على كفاءه عضله القلب. وبناء عليه بيبقى عنده احتقان في الرئتين، فيبقى عنده نهجان وصعوبه في التنفس وصعوبه في الحركه مرتبطه كتير جدا بجزء منه صدري وجزء منه من علاج القلب. فلازم يكون العلاج متوازي ما بين العلاج بتاع الدكتور الطبيب القلب بتاعه عشان يحسن له كفاءه الرئه كفاءه القلب مع العلاج بتاع الحساسيه. لكن اشك كثيرا ان الاستاذ سمير بيعاني من حساسيه صدريه، هو بيعاني من سد رئويه مزمنه. طيب احنا يعني اكتر من مره يعني مع تليفون استاذ سمير وتليفون استاذ صلاح الاكلاني حياتك استخدمت تعبير سد رئويه، والحقيقه كتير مننا يمكن ما يعرفش يعني ايه سد رئويه. هو الفترات الكتيرة سواء إذا كان طبعا هو السبب الرئيسي فيها أو الدارج جدا والشائع جدا هو التدخين، لكن ليها أسباب كتير جدا قد يكون ليها مرتبطة بطبيعة العمل في أماكن معينة سيئة التهوية أو فيها تربة كتير، زي اللي بيشتغلوا في المصانع، اللي بيشتغلوا في المحاجر، اللي بيشتغلوا في الألياف، اللي بيشتغلوا في القطن، اللي بيشتغلوا في الفرز. أي حاجة بتأثر أو بتخلي فيه التهابات صدرية متكررة أو بتضعف المناعة الموضعية بتاعت الصدر. فمع الالتهابات الصدرية المتكونة دي بيبقى فيه تغير في مجاري الهواء. يعني مع فارق التشبيه زي مواسير البيت كده مع الاستعمال السيء بيها تبدأ تتسد أو يتكون فيها رواسب داخلية. فبيبقى فيه ضيق في مجاري الهواء بسبب الرواسب والمتغيرات على مدار السنين. مش بسبب زي مريض الحساسية اللي هو انقباض في مجاري الهواء لرد فعل مؤثر ما. فدي ليها طريقة، دي يختلف العلاج تماما. يعني هتختلف منها جزء من العلاج، خطه العلاج هتختلف. احنا هنتكلم عن علاج السده الرئويه وهنتكلم على يعني احنا شرحنا ايه هي السده الرئويه ولكن احنا ما قلناش ايه الاعراض. بصوره مبسطه دي كده الصوره المبسطه جدا.